تفهم ان هو مادة ادبية ذات طابع علمي. يعني ايه الجملة اللي انا بقولها دي عشان تساعدك؟ ايوه ها سامع عبد العزيز؟ بس هيقعد يعمل كده معاك؟ ايوه يا احمد اقعد. سامع يا احمد؟ ايوه. الصوت عندك كده؟ مفيش صوت ولا صوت حضرتك؟ ما انا احنا بنجرب، ما انا عمال اتكلم علشان نعرف امتى الصوت هيوصل. خدت بالك؟ ماشي. ايوه 1 2 3 1 2 3 الله الله. ازيك يا دكتور احمد فوزي؟ فراشة الحاج محمد فوزي سنت في اي بي. هيا هبة، الصوت عندك في السماعة ولا سامعاني؟ يعني كده سامعاني؟ وكده؟ هبة سامعاني؟ تمام. طيب يعني ايه السايكولوجي مادة أدبية ذات طابع علمي؟ لازم تفهم الجملة دي، لأن السايكولوجي ما ينفعش تحفظه كله. السايكولوجي كمنهج وككم معلومات تجنى أطول من الهيستولوجي نفسه. فمستحيل منهج دراستيه على مدار سنة عايزة تلميه كله في 3 أيام وتحفظيه زي ما بتحفظي الهيستولوجي. وفي نفس الوقت هتستخدم لغتك وهتعبر لكن تعبيرك ده مش تعبير خيالي. يعني احنا ما بنطلبش منك مواضيع تعبير. يعني لما نيجي نقول لك مثلا ايه هي الكول برنسبل او الكول ايثيكال برنسبلز اللي بتحكم المهنة الطبية، فما ينفعش تقول الأمانة والخير والحب والعدل والإخاء والإنسان يبقى حلو والإنسان يبقى جميل. لا، لازم عندك المعلومة وفاهمها. وبعدين يا عبد الرحمن اكتب بقى، يعني أنا عايز أوصلك إيه؟ إنك لازم تذاكر السايكولوجي، لازم تقراه، ولازم تعمل لنفسك الأوت لاينز اللي إحنا بنعملها، ثم تبقى فاهم. وبعد كده بقى التفاصيل تقراها مرة واكتب اللي تفتكره. الامتحان هيجي لك إزاي؟ الامتحان من 50 30 ريتن 20 ام سي كيو. ال 20 ام سي كيو كلهم اجباري. ال 30 ريتن هيجي لك 4 أسئلة منهم 3 تختارهم تحلهم. تمام؟ لا تاني بس. ايه؟ معلش تاني. ايه اللي تاني؟ انا قلت حاجة. تاني عشان انا قلت كلام صعب. 50 درجة 20 ام سي كيو ما فيهمش اختيارات. ال 40 درجة او سوري ال 30 درجة التانيين 4 أسئلة كل سؤال ب10، هتختار انت من الاربعة دول 3. الاربع اسئلة هيجولك من الاربع شباتر الاساسية. شابتر اسمه الميديكال اثكس، شابتر اسمه الميديكال سايكولوجي، شابتر اسمه جنرال سايكولوجي، شابتر اسمه دايناميك اند ديفلوبمنتال سايكولوجي. هما دول شابترين مع بعض غالبا بيجي واحد فيهم. الاكيد يا مروان ان في سؤالين في اول 2 اللي هم الصغيرين، او السؤال اللي فيهم الميديكال ايثكس ده فيه سؤال، وده هيخلص قبل البريك، هيخلص في اقل من ساعه وجاي لك فيه سؤال. بس مشكلته ان سؤال حرفي، يعني سؤال ملوش اجابه نموذجيه، سؤال لازم تبقى فاهم وبتكتب. ثم السؤال الثاني في الميديكال سايكولوجي اللي هي الدكتور بيشنت ريليشن شيب، علاقه الدكتور بالعيان بتاعه. ثم سؤالين يا اما بقى زي ما قلت لك في الجنرال سايكولوجي، ده كتير وغالبا لازم يجي فيه سؤال، وبعدين سؤال في الدايناميك والديفلوبمنتال سايكولوجي. يعني ايه دايناميك؟ يعني ايه ديفلوبمنتال؟ كل الكلام ده اللي بنقوله في وقت. لما دول الخمس شباتر بتوعك، شابتر ايثكس، شابتر ميديكال اللي هو مينلي الدكتور بيشنت ريليشن شيب، ثم الجنرال سايكولوجي اللي هو بيكلمك على الانتباه والادراك والتعلم وحاجات لطيفه يعني، وبعدين الدايناميك سايكولوجي بيكلمك عما بداخلك. تمام؟ اللي هي الحيل الدفاعيه. ولما اقول لك الحيل الدفاعيه هتبقى تفهم في حينه ان الحيل الدفاعيه ديت مش حاجات وحشه، دي حاجات احنا بنعملها بنهرب بيها من واقعنا الاليم. وما تقوليش انا ما بعملش لانك اصلا مش واعي انك بتعملها، وانا بقى نفهم الكلام ده في الدايناميك. ثم الديفلوبمنتال بنتكلم عن الانسان وتطور بقى كل حاجه فيه، التطور المعرفي والفكري والعاطفي من اول ما حضرتك بتتولد الى ان تصل الى الاولد ايج ثم تلقى الله بقى بعدين ان شاء الله يعني. فده السايكولوجي. والصراحه هو مش ماده، هو عيبه انه ماده مزنوق. يعني ماده ب 50 درجه
جايه وسط مواد عملاقه ب 850 درجه مدينه هو يومين ونص وسط مواد كل واحد فيهم واخد 10 ايام وانت ما فيكش دماغ تسمع حاجه ولا تذاكر حاجه. بس يعني اتمنى ان انت لما تيجي تقراه فور انترست وتغصب عنك هتقراه. انت عشان تنجح فيه زي ما قلت لك يا مهند هو مش ما انت هتروح تكتب وخلاص. لازم وانت بتكتب تكتب معلومات وبعدين تشرحها. شرحها من دماغك ماشي بس البيزكس لازم حضرتك تبقى فاهمها اصلا وحافظها. تمام؟ فاهم حاجه الشغل اللي بقوله؟ تعالى اما نبدا اولا باول حاجه عندنا النهارده عبد الرحمن وهي الميديكال ايثكس. ده شابتر صغير ودوت شابتر بيتكلم عن اخلاقيات المهنه الطبيه. وده غالبا عبر السنين الاخيره لازم يجي فيه سؤال يا شيخ، لازم سؤال من ضمن الاسئله في الميديكال ايثكس. فالاول يعني ايه كلمه ايثكس؟ فالناس هتقول لي والله يا دكتور الايثكس هي الاخلاقيات. فايه الفرق ما بين اني اقول لك كلمه ايثكس وكلمه مورالز؟ ما هي الفرق بين الاخلاق واخلاقيات المهنه الطبيه؟ الاخلاق هي عموما مجموعه من المبادئ والصفات اللي بيتفق المجتمع انها المفروض تحكم كل الناس طول الوقت. جروب اوف برنسبلز، مجموعه من المبادئ اللي السوسايتي بيتفق انها تحكم كل الناس وطول الوقت. يعني انت المفروض تبقى المفروض تبقى صادق، والمفروض الراجل اللي بيبيع الموز المفروض يبقى صادق، والراجل اللي بيبيع الجبنه المفروض يبقى صادق. اذا هذه مورالز، اذا هذه الصدق خلق مورال. لا احنا ما اتفقناش على كده. المجتمع ما اتفقش معايا على كده. جايز وانا ما عنديش خلق عدم التاخر عادي. حلو كده انا يا جنه بعترف اهوت ان انا ما عنديش هذا الخلق. المهم ما هي الايثكس بقى؟ الايثكس هي مجموعه من البرنسبلز اللي اتفق اعضاء مهنه معينه انها تحكمهم. يعني اخلاقيات المهنه الطبيه، اخلاقيات العاملين في الهندسه، اخلاقيات الحلاقين. حلاقين عندهم اخلاقيات، هنقفل كلنا يوم الاثنين. فلو حد فتح الاثنين يبقى بيخالف اخلاقيات مهنه الحلاقين. انت فاهم يا عبد الرحمن اللي انا عايز اقوله؟ المبادئ اللي احنا نتفق كلنا انها تحكم كل الناس هذه اخلاق عامه، هذه مودلز. المبادئ اللي نتفق انها تحكم مجموعه مهنيه معينه تبقى ايثكس، قيم واخلاقيات تميز هذه المهنه. يعني انت مثلا انت كدكتور ان شاء الله لما تفتح عيادتك يوم الاثنين ده عادي. الحلاق لو فتح يوم الاثنين ممكن الحلاقين يجيبوه كده ويقولوا انت ازاي تفتح يوم الاثنين؟ انت خالفت مهنيه الحلاقين، اخلاقيات الحلاقين. انا عايز بس اوضح لك يا احمد في الاول ان الاخلاق الطبيه مش شرط تكون حاجات اللي انت متعرف عليها انها صدق وامانه، انما هي ضوابط وقواعد. تمام؟ ومن هنا حضرتك يا عبد الرحمن هتفهم ان احنا عندنا مفهوم كبير اسمه البروفيشناليزم، وخدنا منه بعد كده الكور ايثيكال برينسيبلز. ما هو البروفيشناليزم؟ البروفيشناليزم دوت يا شيماء هو الضوابط العامه اللي تحكمنا احنا في الطب. يعني ايه قواعد المهنه الطبيه اللي النقابه بتحاسب حضرتك عليها؟ خد بالك تاني، احنا الكلام اللي بنقوله دوت مش بس كلام امتحان، احنا عندنا مشكله كبيره ان انت بعد ما بتخلص سنه ثانيه بتنسى الكلام ده، وتيجي بعد كده تفاجئ ان انت بتعمل حاجات ممكن تكون مخالفه للقواعد وتقع تحت طائله النقابه. في حاجه اسمها طائله النقابه، والنقابه لو جابتك واثبتت ان انت خالفت هذه القواعد ممكن تشطبك من عضويه النقابه الطبيه، وده ما يخالفش الشغل دكتور اصلا. فالكلام دوت مش كلام هزار، بس انت مش فارق معاك الكلام ده، انت جاي تسمع كلمتين الامتحان، فانا هحاول امشي لك على الناحيتين يعني. بس الحاجات ديت الحقيقه حاجات منطقيه. يعني انا نور عمري ما قعدت احفظ قواعد البروفيشناليزم. قواعد البروفيشناليزم هي القواعد اللي متوقعه انها تحكم علاقتي انا بالدكتور. انا المريض انسان، وان انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان العيان، وان انا اساوي ما بين العيانين، وان انا اطور من نفسي، واني دايما ابقى بفيد العيان، وان انا عمري ما اضره، وان انا ما اسعاش لاي نفع شخصي او مادي اضافي غير اجر العلاج. هي المفاهيم ديت المفاهيم الطبيعيه. لكن من كل المبادئ ديت في اربعه برنسبلز اساسيين يا ايهاب
اسمهم فول كول برنسبلز. دول بقى اللي انت ما ينفعش تنساهم. مين هم الكول برنسبلز؟ قال لك واحد بنفسنس. معلش احنا بنقولها بنفسنس بس هي سهله. تو بنفت. لا والله. تفيد. اه والله. اتنين نون ماليفيسنت. معلش يا جلال احنا بنقولها نون ماليفيسنت وتحسها كلمه صعبه بس هي سهله. نوت تو هارد. وثلاثه بيحكمنا مبدا اسمه الجاستس. واربعه بيحكمنا مبدا الاوتونومي. لو سمحت يا معصومه قبل ما تنام، انا عارف ان الناس اللي جايه من امتحان الهيستولوجي تعبانين بس حاول تقاوم ان ما نقولش حاجه صعبه. فالاربعه دول اكيد هتلاقيهم مصدول، يعني دول هتلاقي حاجات كتير مكتوب، وهتلاقي الاربعه دول جواهم، وبعدين هتلاقي الاربعه دول طالعين لوحدهم. طالعين لوحدهم يا مهند تحت عنوان خاص بيهم اسمهم ايه؟ الكول ايثيكال برنسبلز. يعني ايه بقى يا رنيم الكول ايثيكال برنسبلز؟ يعني الاربع مبادئ الرئيسيه الحاكمه لاخلاقيات المهنه الطبيه. الباقيين معانا يا ابو حميد، بس الاربعه الرئيسيين ايه؟ واحد بنفسنس. يعني ايه بنفسنس؟ يعني اكيد حضرتك بيحكمك كدكتور انك دايما بتحاول تبقى كائن مفيد. كائن مفيد لمين؟ كائن مفيد الحقيقه اولا للعيان بتاعك. بس مش بس للعيان بتاعك، لا كمان لازم تبقى كائن مفيد للكوميونتي كله. وعلى فكره الكلمه اللي انت شايفها منطقيه ديت هينتج عنها بعد كده دايلما. والدايلما هي ديت اللي هتجي لك في السؤال بقى للاسف. يعني هيجي يقول لك انت في موقف معين ففي هذا الموقف هتتصرف ازاي؟ طيب ايه المشكله؟ ما انا اكيد عارف هتصرف ازاي. اقول لك لا، هو هيجيب لك موقف فيه تعارض ما بين اتنين من دول، وده هيحصل. انك هتشوف بعد شويه الدايلما بتبقى عامله ازاي. انما خلينا واحده واحده. ان اول ميديكال ايثيكال كول هو عندي اسمه بينفيسنس. اسمه ايه؟ بينفيسنس. اسمه ايه؟ انا اتاخر براحتي. انما انت تقول هاجم عشان بس ما تفتكرش ايه انت اتاخرت فاحنا مش هنقول فهنقضيها كده مع بعض. لا على جثتي. الكول ايثيكال برنسبل. واحد 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 اثنين نون ماليفيسنس. اثنين ايه؟ نون ماليفيسنس. اثنين ايه؟ نون ماليفيسنس. ثلاثة جاستس. ثلاثة جاستس. أربعة أربعة ايه؟ الدكتورة بتاعت البحرين اللي مش راضية تقول ممكن تقولي معانا عشان أنا شايفك ما بتقوليش أهو. فلو سمحت تاني الكول ايثيكال برنسبلز الأربعة. واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة. واتفقنا أن البنفسنس أن حضرتك مركز طبعا أنك تفيد العيان بتاعك في المقام الأول، لكن كمان عايز تفيد الكوميونتي بتاعك. ثم يجي النون ماليفيسنس. فالدكتورة هتقول لي يا دكتور هو أنت يعني متخيل أن أنا عمري في حياتي هبقى عايز أضل العيان بتاعي؟ أقول لها لا، ما احنا عارفين أنك عمرك ما هتعوزي. انت لو عوزتي تضل العيان بتاعك خرجتي اصلا بره طائله الاثكس. انت كده كريمنال. ده اسمه كريمنال اكت. ده احنا كده هنعاقبك قانونيا بره. احنا هنا بنتكلم عن المانيفيسنس الذي قد ينتج بسبب النيجليجنس او اللاك اوف كومبتنس. يعني ايه؟ ما هو لو حضرتك دخلت سرقت كلية العيان بتاعك عن عمده وضريته، لا انت مضر. ده موضوع تاني. وانا لسه هقول لك انت بتخالف الاخلاقيات بتاعت المهنه الطبيه. انما لو انت دخلت او سبت العيان بتاعك وسبت نبطشيتك والعيان بتاعك جاله سكته قلبيه ومات، فانت مسؤول لان انت مهمل. ومش بس ان حضرتك لازم تكون مهمل، ممكن حضرتك خدتك الشجاعه بزياده واتخذت قرار انك تعمل حاجه انت مش كومبتنت ليها. يعني حضرتك لسه متخرج، وعشان تبقى فاهم يعني
انت اول 3 سنين في نيابه الجراحه مش مسموح لك تمد ايدك على عيان الا لو في واحد اكبر منك واقف جنبك. طب لو حضرتك خدتك الشجاعه بعد سنتين وقلت انا هخش العيان اعمل ازاي ده؟ ما انا وقفت مع الاستاذ 10 مرات والاستاذ عملها وازاي ده سهله والعيان ده مات منك؟ هنحاسبك، ممكن تتفصل من النقابه لان حضرتك لسه تفتقد الى الكومبتنس، لسه ما عندكش القدرات اللي تخليك تعمل العمليه دي. فاهمين؟ يبقى كلمه نون مال افيسنس مش مقصود بيها خالص المال افيسنس العمدي، المقصود بيها المال افيسنس الناتج عن نيجليجنس او لاك اوف كومبتنس. ثم نيجي لرقم 3 الجاستس او الفيرنس. لازم يا سواد الدكتور يبقى عادل، والعدل هنا المقصود بيه ان لما يجي حضرتك عندك سرير واحد هو اللي فاضل في العنايه المركزه، فحضرتك ما بتحجزش السرير دوت عشان نخالتك جايه عنده زكام، بتشوف مين من العيانين جه الاول او مين من العيانين محتاجه اكتر، ده اسمه جاستس. انما لا والله ده اصل الدكتور بتاعنا علي عبد السميع ده الاستاذ الكبير وده قال انه هيبعت عيان هو احتمال يكون جلطه، وقدامك واحد تاني مهند عنده جلطه وانت ما اديتوش السرير، يبقى انت بتعمل ايه؟ بتخالف واحد من الكور ايثيكال برنسبلز اسمه ايه؟ الجاستس. وطبعا كلنا هنخالفه، يعني انت متخيل ان لو الاستاذ علي عبد السميع قال لك احجز السرير هتديه للعيان ولا هتستجدي، بس ساعتها تبقى عارف ان انت بتخالف المبدا اللي اسمه جاستس. واخيرا يا عبد العزيز مبدأ اسمه اوتونومي، وده مبدأ في منتهى الأهمية والخطورة. حق العيان في تقرير مصيره. يعني ايه شو حق العيان في تقرير مصيره؟ يعني العيان من حقه انه يوافق على العلاج او ما يوافقش. يعني العيان من حقه تقول له انت لازم نعمل لك عملية، وهو يوم جاي يقول لك ايه؟ لا انا مش هعمل عملية. حضرتك لو فاهم هتبدأ تفهم الدايليما هتيجي منين؟ ان هو المفروض يعمل العمليه بس هو رافض يعمل العمليه. تعمل انت بقى العمليه ولا ما تعملهاش؟ الصراحه لو قلت لي ما اعملهاش فانت عندك حق، ما انت بتحترم الاوتونومي، ولو قلت لي لا هعملها له اصلها لازم تتعمل والا هيموت فانت برضه عندك حق لان انت بتتبع الميديكال ايثيكال برنسبل اللي اسمه ايه؟ بنفيسنت. تمام؟ امال الحل ايه؟ ما هو المهندس عشان كده بقول لك ما لهاش حل، دي اسمها ايه؟ دايليما. اسمها ايه؟ فايا كان قرارك لازم تبقى فاهم ان هناك تضاد ما بين اثنين ايثيكال برنسبلز موجودين. تمام؟ عشان كده عبد الرحمن يمكن اول حاجه واهم حاجه في حصه النهارده انك تحفظ الاربعه دول. ايه الاربعه دول؟ اربعه سهلين جدا. اسمهم ايه؟ كول ايثيكال برنسبلز. اسمهم ايه؟ كول ايثيكال برنسبلز. ماشي؟ يلا معصومة يلا. ليه احنا لما نقف التكييفات دي مسقعاك؟ ليه لما نقف بنتدفى؟ ده ميتابوليزم. ها؟ عشان الاكتيفيتي بتزود الميتابوليك ريت فتزيد الحراره الناتجه فنتدفى كلنا، تمام؟ يا نهار اسود. ده انتوا ضعتوا، ده انت حتى مش فاهم يعني ايه ميتابوليك ريت، هو فاهم ده مروان. الكول ايثيكال برنسبلز اربعه. وعايز اخلص عشان عايز اروحك. واحد 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 اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة اقعد اقف يا مروان، اقف يا جنة، اقف يا معصوم. بيتهيألي إن حضرتك أنا مستني الناس اللي قلت أساميها تقع. إيه؟ يعني إيه فاهم؟ لا ما تفتكرش واحدة. شفتيها واقفة يا عبيد؟ واقفة يا جنة. أيوة عادي.
يعني حتى لو قلت رايك الاهم من ان انت تقولي رايك رايك مش مهم. المهم انت من فهمانا التعارض هنا ما بين انا واثنين كل ايثيكال برنسبلز. تمام؟ بيتهيألي اصبح منطقي ان حضرتك ممكن تستنتج معنى المال براكتس. ما هو المال براكتس؟ المال براكتس هو اي اساءة للمبادئ. هما حبوا يقول لك بحرف الدي حضرتك عملت ديليركشن في الديوتي اللي انت المفروض تعمله وهو ما ادى الى دامج دايركت تو ذا بيشنت. قال يعني انت كده هتفتكر انت اصلا ما انتش فاهم حاجه. بس يعني الديليركشن ديت اللي هي زي نيجليجنس يعني. يعني حضرتك يا احمد اهملت في اداء واجبك تجاه العيان بتاعك وهو ما ادى الى دامج مباشر حصل للعيان. هو دوت مفهوم المال براكتس بالنسبه لك. اي اهمال او تجاهل لادائك في دور الواجب سواء ان حضرتك عملت حاجه مش المفروض تتعمل او ما عملتش حاجه كان المفروض تتعمل. وفي الاخر حصل دامج للعيان دامج للعيان حضرتك كده بقيت متهم بان انت عملت حاجه اسمها مال براكتس. ديليكشن اللي هي نيجليجنس. بكتب جنبها نيجليجنس وخلاص. طيب علشان بقى نحقق هذه الكول انز برنسبلز بنعمل ايه يا احمد؟ قال لك بنستخدم الطرق ديت. اول طريقه اسمها يوتيليتيريان. معلش هما بيستخدموا شويه كلمات زخمه في الكتاب زي الكلمات نفسها مش معناها صعب ولا حاجه. بس انت يا شاي لما تكتبي الكلمات اللي هما استخدموها هيحسوا ان انت كنت حافظه وقريتي الكتاب واستوعبتي العلم الفظيع اللي هما استخدموه. انما يوتيليتيريان ان حضرتك تبقى مفيد، انك تبقى نافع، جايه من يوتيليتي. فان حضرتك دايما تستخدم مبدا ان انا كدكتور كائن نافع هتلاقي نفسك اوتوماتيك بتحقق هذه الادفانسمنت. وكمان يا مهند تستخدم مبدا او طريقه الكوماندو. يعني ايه الكومن جود يا مهند؟ يعني الخير العام او الخير المشترك. الخير العام او الخير المشترك يا احمد هيفكرك دايما ان انت نافع مش بس للعيان، انت نافع للعيان وللكوميونتي كله. وحضرتك وانت بتشتغل لازم دايما تراعي مبدا الجاستس. الحقيقه ان شغلك لازم اصلا يبقى من طرق شغلك ان حضرتك في دماغك انك تشتغل بطريقه عادله. انا عارف ان بعضكم قاعد مش فاهم الفرق هو ايه اللي انا بعمله وايه اللي انا بعمله. فتاني معلش قبل ما تدوه مني، دي المبادئ التي نسعى لتحقيقها. تمام؟ بنطبقها ازاي؟ ان احنا نقول لنفسنا هنشتغل بطريقه فيها نفع. يبقى الطريقه اسمها ايه؟ يوتيليتيريان. اسمها ايه؟ اسمعين؟ بصوا عشان ما نخسرش بعض. عشان انتوا عارف يعني اللي ما يعرفنيش فانا امبارح خلصت الفسيولوجي. بمعنى ان انا خلصت الفسيولوجي ده ان انا التزامي الفعلي معاه خلص. يعني انا اسهل حاجه ممكن اعملها دلوقتي ان انا اخد بعضي واخد الحصه دي واروح اشرب اي حاجه واروح اتغدى. مش بهددك والله، انا مبسوط ان انت قاعد معايا ومستفيد ماديا ومعنويا كل الكلام ده. بس دوت اهم منه ان انا افضل حاسس ان انا مستمتع. مستمتع ده يعني انت قاعد معايا فاهمني ومستفيد. انما انت لو فضلت قاعد بالمنظر ده انت ولا فاهمني ولا مستفيد، ده بالنسبه لي اسوء من اني اكمل. انت مش هتذاكر سايكولوجي، احنا مش هنضحك على بعض. انت اقصى حاجه هتعملها النهارده او في الاربع ايام وده طلبي ان كل موضوع انا بشرحه تقراه. مش عايز منك اكتر من كده. بشرحه لك النهارده تروح تقرا النهارده. وفي اليومين ونص تطلع وتذاكر بقى، ما قدامكش اختيارات تاني. انا مش طالب منك تذاكر سايكولوجي اكتر من كده ولا انت هتذاكر اكتر من كده. فاتعب دلوقتي. اما اقول لك اول طريقه لازم تقول لنفسك انا هستخدمها لتحقيق المبادئ اني اكون نافع وده اسمه يوتيليتيريان. انت ايه؟ يوتيليتيريان. اتنين اللي هو النفع المشترك لكل الكائنات. رقم ثلاثه
رقم 4 ان حضرتك تشتغل بطريقه احترام الحقوق الرايتس. واول هذه الرايتس هو الاوتونومي. بس الحقيقه ان العيان مش بس ليه حق تقرير المصير، العيان ليه حق انه يعرف ويعرف كل حاجه صح، يعرف حضرتك هو عنده ايه، ويعرف حضرتك بتعالجه كده ازاي. وحضرتك من حق العيان انك لما تتفق معاه على حاجه تعمله الحاجه اللي انت اتفقت معاه عليها، ولا تزود ولا تقلل. ده اسمه ايه؟ اسمه طريقه التعامل من منطق الحق. حق العيان بتاعك عليك ايه؟ ماشي يا جنه. فواحد قام جاي قام قايل، طب يا جدعان ما انا ممكن الخص لكم الكلام ده واكتب لكم كلمه ظريفه خالص اسمها الفيرتشو ابروتش. قلنا له يعني ايه فيرتشو ابروتش؟ قال لنا فيرتشو يعني الفضيله. ما لو حضرتك حطيت في نفسك كدكتور ان انت في شغلك بتشتغل بطريقه الفضيله، هتلاقي نفسك اوتوماتيك قمت مطبق كل هذه الطرق فحققت كل الكور ايثيكال برنسبلز. معلش تاني، احنا جايين النهارده اول حاجه بنتكلم على المبادئ والاخلاقيات بتاعت المهنه الطبيه. المبادئ والاخلاقيات عموما الكتير تندرج تحت بند اسمه بروفيشناليزم. اسمه ايه؟ بقى كل المبادئ اللي بتحكم علاقتك بالعيان بتاعك وبالدكتور زميلك وبنفسك وكل الكلام ده يندرج تحت البروفيشناليزم. لكن في اربعه كور ايثيكال برنسبلز ما ينفعش تنساهم. واحد اثنين ثلاثه اربعه ايه؟ وعلشان نحقق هذه المبادئ الاربعه فاحنا بنشتغل بطرق. اول طريقه اننا نكون وان احنا نحط طريقه وثلاثه واربعه واخيرا الفيرشيو ابروتش. تمام معايا محمود؟ الفضيله هي الخلق الحسن في المجمل، يعني كل الاخلاقيات الحسنه. اوكي نعم ابروتش الطريقه. تمام يعني كيف تتعامل كدكتور لتحقيق الكول ايثيكال برنسبلز. نعم بص يا هديد، هو الكلام قريب من بعضه بس هم حبوا يبقوا دقيقين. يعني انا لو قلت لك يوتيليتيريان ده معناه النفع، فانت هتقولي لي النفع هنا ممكن يكون قصدي بيه ايه؟ ان انا انفع العيان بتاعي. فاقول لك لا، وحطي كمان الكومن جود. يعني ايه الكومن جود؟ يعني ان انا مش نافع للعيان بس. كومن جود يعني الخير المشترك او الكويس للناس كلها، عشان هيجي بعد شويه يتعارض حالات فيها نفع العيان مع نفع الناس الثانيه. فاهمه؟ فهتبقى دايليما بالنسبه لك. نعم؟ فضيلة اللي هي الخلق الحسن. تمام؟ اللي هي الأخلاقيات الحسنة عموما. مش عارفين يعني ايه فضيلة؟ مش عارف. استنى صور العلم. صور ايه؟ صور. والله علم بقى البلوزات بتاعت السايكولوجي دي لأنها احتمال تبقى تنقذك في يوم من الأيام. صور يا عم. صور يا عم. مش نعم لو انت انت ليه بس مش هاني جبر حط عليهم مثلا هاني جبر كان زملكاوي اصلا هاني جبر اللي معانا كان بيطلع ورا الخمس ده احنا عايز اقول لك انا انبسطني قوي. ما انت المشكله ان انا بالنسبه لي مش عارف مين اسوأ، ان الزمالك ياخد الدوري ولا ان بيراميدز هو اللي ياخد. لا بيراميدز طبعا. انا الاثنين اسوأ من بعض. لا يا دكتور في ساعات. انا اسبوع هياخد الدوري. بس الاهلي مش هياخد السنه دي. هو موقف صعب صعب. بس هو الاهلي ما قدامش قدام غير الدوري. طب انت ياسر مش تقول لي انك جاي ياسر عشان تقعد تلعب معاك؟ يعني ما كلمة دايلما الدايلما في الإيثيكال برنسبلز
هي الكونفليكت، هي الصراع. زي ما حضرتك فهمت دلوقتي، كان في اربعه كول ايثيكال برنسبلز انت طول الوقت بتحاول تحققها، وفجاه حصل كونفليكت او تضاد. قد يكون هذا التضاد ما بين البرنسبلز نفسها وبعضها، او تضاد ما بين البرنسبلز وحاجات تانيه. فتعال الاول اما اقول لك امثله للدايلما، بس قبل ما اقول لك امثله للدايلما تاني، احنا في الدايلما بناخد القرار على اساس ايه؟ هو ما اقدرش اقول لك دايما القرار الصح ايه؟ لان انت هتشوف دلوقتي ان الموضوع مختلف. يعني واحد مثلا في دايلما بتتعارض ما بين البنفيسنس and the non-maleficence طول الوقت. عند كل الجراحين كل يوم الصبح اي عيان بيقابله عنده الزايدة بيقولك انا اعملك الزايدة عشان انقذك من التهاب الزايدة، فانا عايز بنفسنس. لكن في نفس الوقت انا وانا دخلك العمليات وانا هعرضك لاخطار التخدير اللي ممكن تموتك، ودوت ممكن ينتهي الى maleficence، فالصح انا ما دخلكش العمليات. تمام؟ فانت دايما خصوصا بقى في موضوع الزايدة ده بتقعد بقى عبد الرحمن ان بيبقى التشخيص مش سهل، فتقعد تقول طب هو زي ده، طب هي ملتهبه قوي ولا مش ملتهبه قوي، طب ادخل له عمليه علشان نخلص وابقى فت وخلصنا، بس ما في نفس الوقت العمليه نفسها خطر، فانا كده ممكن اعمل له مالفيسنس. فهناك دائما تعارض ما بين البنفيسنس اند نون مالفيسنس. طبعا يا عبد الله لو هو خلاص زي ده وملتهبه وي خلاص خلصت خلصنا. طب لو فضل عند النقطة، وده بيحصل على فكرة في الطب، اللي هي نقطة التهاب الزايدة اللي مش محسوب، اللي انت مش عارف، وعلى فكرة في الجراحة كده ساعات يقول لك ان تشخيص الزايدة ده لو وصل ان 50% زايدة او 50% مش زايدة خش اعملها وخلاص، ده في كتب الجراحة. تمام؟ It's better to remove an inflamed appendix than to leave an inflamed appendix. حكاوي كده انت بتعرفها بعدين. لما في الاخر عبد العزيز من وجهة نظر الإثيكال كولز، حضرتك دلوقتي واقع في حاجة اسمها ايه؟ دايلما. حاجة اسمها ايه؟ والدايلما هنا ما بين اتنين، هو ده اللي احنا عايزين حضرتك مينلي تركز عليه في الإجابة. يعني يقول لك عيال الزايدة تدخله ولا ما تدخلوش؟ ادخله يا سلام، تدخله في عينك. انت فاهم حاجة؟ انت تقول ان دي دايلما ما بين تو كول برنسبلز، واحد اسمه بنفيسنس والتاني اسمه مالفيسنس. زي مثلا اما اجي اقول لك يا احمد يا جلال ان انا عندي عيانين ماشي، عندي عيان المفروض انقل له دم علشان انقذ حياته من الانيميا، بس هو رفض نقل الدم. في ديانات بيقول لك ان نقل الدم حرام، فقال لك لا وده اوتونومي. طب يا عم انت هتموت، انا مالكش دعوه، ده سوين قلتلهم. واحد يقول لك هسيبه يموت، واحد يقول لك بس انا لو سبته يموت ابقى انا تجاهلت البنفيسنس. خلاص بقى، يبقى انت مطلوب منك ايه؟ احنا مش بنسالك هتعمل ايه كجراح عظيم، احنا بنسالك عشان نعرف ان انت فاهم التضاد. عندنا بقى موضوع لطيف اسمه اليوثانيزيا. ايه بقى اليوثانيزيا ده؟ اليوثانيزيا ده هو هل تنهي حياه العيانين بتوع التيرمينال إلنس؟ يعني عندك عيان عنده سرطان وبيتألم ورفض ياخد العلاج، وانت الصراحة عارف ان العلاج دوت مجرد علاج بالياتيف، يعني كده كده هو هيموت منك، فاصلا مفيش حاجة اسمها هنا بنفيسنس اند اوتونومي. لا ده هو هيموت وانت عارف ان هو هيموت وهو عارف ان هو هيموت، بس العلاج دوت هو المفترض ان دوت اللي بيفيده دلوقتي. طيب تديله العلاج ولا ما تديهولوش؟ تسمع الاوتونومي ولا ما تسمعش الكلام الاوتونومي؟ هو قال لك لو سمحت يا دكتور ما تدونيش العلاج تاني الصبح، ما حدش يديني قصه العلاج. هتدخلها له ولا مش هتدخلها له؟ تدخلها ولا ما تدخلهالوش؟ بتزط على ايه يا طربوش منك لو؟ بتزطوا على ايه؟ كل ده وانا برضه دخلها. ايه ولا ايه؟ تزط عليا تقول لي دي حاجه اسمها؟ حاجه اسمها ايه؟ وديت بقى مواضيع مفتوحه تحت بند اليوثانيزيا. مبدأ ايه؟ اليوثانيزيا. ايه بقى اليوثانيزيا ده؟ هو كل ما يتعلق بهذه الترمينال ديزيز. ووصلنا في وقت من الاوقات يا جنة الى مشكلة
ان بعض الناس قالك نساعد الناس دول على الانتحار. تمام؟ واتعمل كان في قضيه زمان في مصر بتاعه مش عارف واحد ممرضه اسمها عايده ساعدت مريض سرطان على انه يموت. تمام؟ المريضه ديت اتحكم عليها بالاعدام. ليه؟ لان ما فيش في الطب حاجه اسمها كده. مريضه ولا ممرضه؟ هي ممرضه اسمها. قلت مريضه؟ لا هي ممرضه ساعدت مريض السرطان على انه يموت نفسه. تمام؟ وفي دكاتره يقول لك اعدله خلاص شيله انا شيل الاجهزه فك الاجهزه وكده كده ما يفك الاجهزه دي. قانونا لو انت عملت كده انت مجرم. ده اسمه كريمنال اكت مش حاجه مخالفه للإثيكال برينسيبلز. ده اسمه كريمنال اكت. وبيننا ومن بعض احنا ساعات بنعمل ده في الظروف معينه مش انا ماليش دعوه انت اعترفت وبتاع ماليش دعوه بس بعض الدكاتره ما بيبقاش عشان العيان نفسه يعني يمكن بره في امريكا او كده كده التامين الصحي مغطي كل حاجه بس انا حكيت لكم مثلا ان بعضكم ممكن يبقى دكتور في وقت من الاوقات قاعد في مستشفى في عنايه مركزه ويلاقي اهل واحد جايبينه محطوط في غيبوبه على جهاز التنفس الصناعي والمستشفى كل يوم تاخد منه 10,000 جنيه وانا وانت عرفنا بالاي اي جي بتاع امبارح ان عنده برين ديث مش هيرجع تاني بس هو لسه قلبه شغال وبيتنفس تمام طب حضرتك هتعمل ايه تفصل الاجهزه ولا ما تفصلهاش تفصلها طبعا تمام بعض الدكاتره بيفصل الاجهزه رفقا باهله مش بيه هو بيفصل الاجهزه رفقا باهله بيقول لك اللي هو ما يبقاش موت وخلاص زياره وبغض النظر عن وجهه نظرك وجهه نظري ده مش موضوع تمام ملناش حق ابن ربنا الاهل طلبوا يا دول كبابضه بقى طبعا لا برضه اذا كان هو اللي طلب منك فانت ممنوع تساعده فلو الاهل طلبوا برضه لا عشان كده عشان كده لازم حضرتك تبقى عارف ان هناك كريتيريا فور ديث علامات الموت امتى تقول ان فلان ده مات واحد اللي احنا قلنا عليه امبارح الاي اي جي اللي هو البيز لاين اي جي خلاص المخ ما بيبعتش اشارات خالص اثنين توقف النفس مش توقف القلب لان انت عارف من سنه اولى ان القلب ممكن يفضل شغال كده 40 سنه عادي لو الظروف حواليه كويسه عنده بيس ميكر هيكمل هو انما لو النفس سبونتينيوس ويف يبقى هو كده فعلا بدا يموت. ثلاثه توقف الريفلكسز المرتبطه بالبرين ستام زي الكورنيال واللايت ريفلكس اللي طبعا حضرتك عارفهم من ايام العمل. لو الحاجات ديت وقفت خالص وما بترجعش يبقى دوت معناه ان فعلا الراجل دوت مات وساعتها بقى ممكن تبقى تقفل الاجهزه. انما غير كده لو هو انت متاكد انه مش هيرجع فدي مشكلتك. مهما هو يطلب منك مش من حقك ان انت تساعده. وزي ما قلت لك تاني ده موضوع تحت بند اسمه يوثنيزي. اسمه ايه؟ يوثنيزي. نعم؟ ما احنا قلنا بقى. احنا قلنا ان هي اسمها دايلما. تمام؟ لكن قانونا في بند دلوقتي في القوانين مش من حقك تقتليه، مش من حقك تعديه يموت. تمام؟ ده انت اصلا فكره ان انت ما تديلوش علاجه فيها كلام. فما بالك بان انت تعديه انه يموت ده جريمه. تمام؟ ايه اتفضل؟ ايه؟ ما هو دكتوره الحاجات ديت بيبقى فيها كلام بس السي بي ار ده قصه مختلفه. سي بي ار معناه انه مات تمام؟ ما هو قلبه وقف خلاص قلبه نفسه وقف تمام؟ ده غير اللي انا بتكلم فيه شويه. احيانا تتعارض ايوه حضرتك بس دكتور يعني لو سمحت لنا في اماكن اللي عندهم مراكز مخصصه حق الانتحار اماكن عندهم مراكز مخصصه حق الانتحار؟ ده فين ده؟ فين؟ في روسيا في روسيا؟ روسيا دي اصلا بره كل حاجه اساسا هم في روسيا بيعملوا على مزاجهم هم شعبين تمام؟ نعم وسويسرا كمان؟ لا الدنيا اتغيرت الصراحه. والله في حاجه اسمها ايوه ما هو الميرس فور ديت ده ميرس فور ديت ده مرفوض مرفوض تمام؟ ان انت تبقي طرف فيه ولغايه دلوقتي يتم الدراسه تحت انا عايز دي انا عايز ان انت تبقى عارف ان هذا القتل الرحيم يندرج تحت بند دايلما تدرس فيه اليوثريز خلاص؟ شكرا شكرا. هناك بقى صراع ما بين حاجه اسمها الكونفيدنشاليتي وحق العيان اللي احنا لسه هنتكلم عليه حالا في ان معلوماته تفضل سريه
وحاجات تانية زي الانترنت اللي احنا بنستخدمه دلوقتي. ده معنى ايه؟ ان من ضمن حقوق العيان اللي انت المفروض تحترمها، قلنا ان في مبدا الحقوق، من ضمن هذه الحقوق ان كل ما يخص العيان هو سر لا يباح، سواء العيان عايش او مات. يعني العيان ده على مراته وعلى عياله وعلى الدنيا كلها، المعلومه اللي العيان يقولها لك هي سر ما بينك انت وهو، ومش مسموح لك تقول ايا كان. ونتكلم برضو بعض اللحظات الا اذا، بس في الاول هي سر، اسمه كونفيدنشاليتي. ده من الحاجات الاساسيه في مبدا الرايتس، مبدا الحقوق بتاعت العيان بتاعك. بقت المشكله دلوقتي يا عبد الله ايه؟ ان احيانا يكون العيان بيتعامل مع شركه تامين، او حضرتك عايز تبعت تاخد راي زميلك في دوله تانيه عبر الانترنت، والانترنت ده ساحه مكشوفه، ساحه مفتوحه، اي حد ممكن يخش، الهاكر بيخش يجيب المعلومات. طب سيبك من الهاكرز والكلام ده، شركه التامين بتقول لك الراجل اللي انت بتعالجه وبتديله بتكلفه هذا المبلغ، احنا عايزين نعرف تشخيصه ايه، ليه بتعالجه كده. فحضرتك مضطر انك تقول لهم هو عنده كذا كذا، وجايز هو مثلا عنده ايدز بسبب علاقه عملها وسنه سودة وهيتطلق. حضرتك تقول ولا ما تقولش؟ هنا ده مش تضاد ما بين الكول برنسبلز، هنا الكول برنسبلز مش واقعين في بعض ولا حاجه، انما هنا التضاد ما بين الكول برنسبلز وحاجات جدت على المجتمع، اللي هي الميديكال انشورنس واليوز اوف ذا انترنت. تمام؟ يبقى مهمه خد بالك ان هو هيجي يدي لك كيس يقول لك والراجل جه وكانت مراته ما بتخلفش، وبعدين انت اكتشفت ان هي ما بتخلفش عشان عندها مشكله في الرحم. تمام؟ طيب حضرتك دلوقتي تقول له جوزها ولا ما تقولوش؟ فتطلع الطلبه تقول لك اقول له؟ لا لا ما صحش، لا البنات ما صحش، تقول له تقول له ازاي؟ انت مالكوا اصلا بالموضوع؟ وانت فاكر نفسك هتقرر بجد؟ احنا عايزين حضرتك تكتب لنا ايه؟ ان دي دايليفا ما بين حاجه اسمها كونفدينشاليتي، حق العيانه في ان هي اسرارها ترضى ليها، وفي نفس الوقت ان في مبدا كان اسمه البنفيسنس يتضمن البنفيسنس اوف ذا كوميونتي، واهم واحد في الكوميونتي دلوقتي هو مين؟ هو جوزها. ففي صراع عندك، وتبدا بقى تكتب الكلمتين الحلوين بتوعك، ولو حبيت بعد كده تقول رايك قوله، ما حبيتش عنك ما قلته. تمام؟ انما نعم. ما كده بنفيسنس وكونفيدنشاليتي، ما كده بقى مين كده؟ طيب ماشي. لا لا انا بدي المثال مفتوح. تمام؟ انا بدي المثال مفتوح على اي كيس تجي لك بقى. المهم ان انت توضح لنا التعارض ما بين ايه وايه. بس لو انت شرحتي ان ده التعارض ما بين مبدئين غلط، ما انت اصلا متجاوب سؤال غلط. تمام؟ فاهم يا محمود؟ يعني لو انا قلت لك المثال بتاع الست اللي ما بتخلفش وانت المفروض ما تقولش الجزء، فانت افتكرت كلمه دايليما وقمت قايل دي دايليما، ومش فاكر الكول برنسبلز وقمت قايل دي دايليما ما بين الجاستس والاوتونوم، اي حاجه هتاخد درجه؟ لا، لان مفيش جاستس في الموضوع هنا. فاهم؟ طيب تعالى بقى اما نتكلم على بعض المواضيع المميزة في الميديكال ايثكس، ودول مهمين جدا 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 جدا. يعني بص مش عايز اقول لك، واحد واهم واحد هو الانفورمد كونسنت. الشرطه ليها حق تعرف ان الدكتور نفسه ده قتل او لا؟ ايه؟ لو مريض طيب لما نيجي لو انت محمود تتكلم اولا على هذه السبيسيفيك توبكس اللي ممكن تكون هي سؤالك بقى، ده احسن بدل ما يجي لك كيس وبتاع وانت اصلا حالتك نيله ولا انت فاكر حاجه ولا فاهم حاجه فتقعد تعك، فده احسن يقول لك ايه؟ اشرح لي الانفورمد كونسنت. ايوه حلو ده. يعني ايه انفورمد كونسنت؟ كونسنت هي الوصيه. انفورمد يعني الوصيه المبنيه على معلومه.
لازم تبقى فاهم ان دوت السؤال اللي احنا بنقول عليه الاقرار الطبي، الورقه اللي العيان بيكتبها ان هو موافق على حاجه انت تعملها. دي اسمها ايه؟ انفورمد كونسنت. اسمها ايه يا جنى؟ انفورمد ايه؟ كونسنت، اللي هو اقرار العيان انه موافق. طيب اولا ما هي الشروط الواجب توفرها علشان نقول ان الانفورمد كونسنت ديت مظبوطه؟ لان انت يا علي على فكره ممكن يبقى معاك ورقه ممضيه وتتسجني برضه. فلازم تبقى عارف ان الورقه الممضيه ديت علشان تبقى منضبطه لازم يكون العيان فولي انفورمد. واخد بالك تاني من كلمه فولي انفورمد ثم كومبتنت ثم فولنتري. اكتب جنبها الاقرار علشان تبقى اسهل لك يعني. لو سمحت فيها وقت ثلاث حاجات من غيرهم بين الاقرار ونشرب ميه. اول حاجه ان العيان بتاعك يكون فولي انفورمد. ثاني حاجه يكون العيان بتاعك قادر على اتخاذ قرار. ثلاثه فولنتري. تعالى بقى واحده واحده. لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه. العيان بتاعك لازم يبقى فاهم العمليه اللي هي هتتعمله دي عباره عن ايه وهتتعمله ليه واخطرها ايه وبدايلها ايه. يعني حضرتك عندك المراره، طيب فهنستأصلها لك. هتستأصلوا لي ايه معلش؟ المراره ليه؟ اصلها ملتهبه وهي سبب وجعك. طب وانا في العمليه ممكن يحصل ايه؟ والله حضرتك جايز تنزف وتموت، وجايز حضرتك نقطع الكبد وتموت، وجايز حضرتك في التخدير تموت لازم. طب وهل في بدائل ثانيه؟ لو العيان يا مهند طلع اثبت ان انت قلت له احنا هنعمل لك عمليه عشان المراره وكان في علاج دوائي انت ما قلتلوش عليه يسجن او يفصلك من النقابه اصلا، لازم العيان بتاعك يبقى ايه؟ طبعا اللي انا بقوله لك دلوقتي ده مش في مصر ولا في العالم العربي، احنا بنتكلم على الدول المتقدمه. الدول المتقدمه هي دول بتحترم العيان بتاعها، فالعيان هناك عارف ليه ايه وعليه ايه، دكتور عارف، عارف ان هو لازم يقول له كل حاجه. انت في مصر بيبقى الراجل اللي بيعرف يقرا ولا يكتب وتدي له ورقه يكتب ابصم يا حاج ابصم. انت هتعملوا ايه؟ ابصم يا حاج بقى ده بقى والله ماشي. طب يبصم وخلاص وانا فاهم وانا عارف. تمام؟ بس لو انت صدفة ان انت رحت دولة متقدمة او اتعاملت مع عيان محترم عارف حقوقه، لا هو ممكن يبهدلك. فتاني اول حاجة العيان لازم يبقى فوق انفورمد. جنى معلش صباح الخير بس انا صعبان عليا مامتك على العمود. ممكن تقفي؟ ايه؟ تقفي. صعب قوي انا عارف انا طولت كلها صعبة. بقالنا كتير ما تقابلناش يا جنى بس خلاص اربع مرات. استحمليني يا جنى وخليكي صاحية اوكي؟ مشكور ان شاء الله. فواحد فولي انفورمد ثم رقم اثنين كومبتنت. ما انت ما تجيبليش عيان مجنون وتقعد معاه وتقول بس هنعمل لك المراره ولا لا موافق وامشي بقى. ده مش كومبتنت. ما تجيبليش طفل عنده سبع سنين وتقول بص يا حبيبي احنا ناخد الكليه بتاعتك موافق يا حبيبي خد الشوكولاتايه فحضرتك هذه الحالات لا يتوفر فيها مفهوم الانفورمد كونسبت. لازم تبقى عارف ان انت لا تملك القرار اصلا انك تاخد اي قرارات في حياتك قبل سن 18 سنه. يعني 17 سنه و9 اشهر مش من حقك تمضي اصلا على اقرار انك موافق على اي حاجه. معلش يا علي تيجي معايا. تمام؟ رقم ثلاثه لازم يكون انضطك على الانفورمد كونسنت فولنتري. يعني ايه فولنتري بقى يا هنا؟ فولنتري يعني محض ارادتك. يعني محدش مهددك ولا حد بيغريك. علشان كده العيانين اللي بيتبلعوا بالكليه وياخد فلوس ما ينفعش ان هو يقول انا خدت فلوس. لان هو لو انا خدت فلوس فالانفورمد كونسنت بتاعته دي مش هتنقذك انت كدكتور. ليه؟ لان اصبحت الانفورمد كونسنت افتقدت لشرط اسمه انها لم تعد فولنتري. سواء العيان متهدد او تم اغراءه ففي الحالتين هي تفتقد الى شروط الفولنتري. تمام؟ ودي بالك بقى يا انجي ان الانفورمد كونسنت قد تكون ريتن لو حضرتك بتعمل عمليه او انفيزيف مانوفر
واخد بالك يا احمد يا حسام؟ لو حضرتك بتعمل للعيان عمليه او انفيزيف مانوفر، حاجه تختلق الجسد، منظار هتفتح مش عارف تاخد عينه من الكبد، لازم العيان يكتب انفورمد كونسنت لاتن. لكن في حاجه اسمها انفورمد كونسنت فيربال، ان حضرتك مثلا هتصوره على اشعه، حضرتك يا حاج بعد اذنك احنا هنحطك بس تحت الجهاز ونصور، ماشي يا ابني اتفضل، مش لازم بقى يمضي على حاجه. فسنه رابعه في الشرعي هتسمع حاجات تانية عن الانفورمد كونسنت، وهتبقى فاهم ان هناك حاجه اسمها كونفايند انفورمد كونسنت، يعني انفورمد كونسنت ضمنيه، ان العيان وجوده في عيادتك ده معناه ان هو موافق على فحصك العادي ليه. يعني موافق ان انت تفحص، يعني مش لازم انت تقول له انا هفحص بطنك، واحنا اي نعم بنقول له، بس في الطبيعي ان انت هو جاي ليه. بس خد بالك الفحص العادي، يعني مثلا في واحده اتهمت دكتور اسنان بان هو اعتدى عليها وتحرش بيها، ليه؟ اصل هو حاول يفحصها بطنه. طب وانت مالك؟ انت دكتور اسنان. فقال لك ما هي جات للعياده. لا، انت جاي لك العياده دي موافقه ضمنيه ان انت تفحصها فحصك انت العادي. فاهم؟ انا بفهمك. تتطلب ثلاث شروط. اول شرط وثاني شرط وثالث شرط. امتى ما تعملش انفورمد كونسنت؟ اكيد رقم واحد في حالات الامرجنسي، عيان جاي لك في حادثه ومغمى عليه، فحضرتك مفيش وقت اصلا ان احنا نستناه فوق، ولا حتى لما حد من اهله يجي. رقم اتنين شايل او انكومبتنت عموما، بس ده مش معناه انك مش هتاخد انفورمد كونسنت، ده معناه انك هتاخد انفورمد كونسنت من الجارديان بتاعه، من الواصي عليه. يبقى احنا هنا لما بنقول ما بناخدش انفورمد كونسنت، مش معناه ما بناخدش انفورمد كونسنت خالص، معناه ما بناخدش انفورمد كونسنت من الشخص نفسه لانه انكومبتنت، فدوت بتنقله وتاخد الانفورمد كونسنت من الجارديان بتاعه. ثم رقم ثلاثه، لو الانفورمد كونسنت ديت هتشكل سيريس صابل للعيان، يعني ايه؟ يعني انت شخصت العيان بتاعك ان عنده سرطان والحل عمليه، بس العيان بتاعك عيان اصلا في حاله ديبريشن، ولو انت قلت له انه عنده سرطان الديبريشن هيزيد، واحنا عارفين في الطب ان الديبريشن لو زاد الجهاز المناعي هيقف، احتمال السرطان يقتله بقى. بس بيني وبينك دي تظل دايليما، يعني في ناس يقول لك لا هو هنا انت مش من حقك ما تاخدش انفورمد كونسنت، لان ما يزال هو من حقه الاوتونومي. فتقول له بس ما انا المشكله مش في الاوتونومي نفسه يا محمود، المشكله ان انا عارف ان انا لو قلت له هيكتئب، فما يزال الموضوع هنا، هل ما ناخدش منه الانفورمد كونسنت ولا نقول له بقى وهو ونصيبه؟ دي ما زالت تعتبر الى حد ما دايليما. ايوه والله يا ابني انت بتسال اسئله صعبه لا املك لها اجابه، بس اعتقد ان في الحالات اللي زي كده اصرفان الشوارع دول دي ظاهره، انما بالنسبه للدوله طفل الشوارع ده اول حاجه لازم تعملها انك تجيب البوليس تقول له ده طفل شوارع، طفل ما فيش حد مسؤول عنه، فبقى البوليس يقول لك مثلا ايه خلاص هو دلوقتي هيصبح تابع لكذا، فيبقى انت بتتعامل مع الجهه دي، تمام؟ الا لو هو كالعاده امرجنسي ده قصه خلاص هو خرج لسبب اخر، تمام؟ طيب تاني حاجة الكونفيدنشاليتي، تاني رنيم معلومات العيان، كل معلومة قالها لك عيان هي سر لا يجوز البوح به سواء كان عيان عايش أو مات، معلومات اللي أنت تعرف عنه بتموت معاه، ما تعرفش عنه حاجة خالص، أهله بيقسموا تلك ما تخصكش أنت الموضوع ده، فدي اسمها الكونفيدنشاليتي. إلا إذا خلي بالك بقى شو، إن في حالات يمكن فيها كسر الكونفدينشالتي، زي لو الشخص دوت بيشكل الدينجر على الآخرين،
يعني عيان عنده الايدز. فحضرتك دلوقتي اصلا عندك مشكله. هو الكونفيدنشاليتي من حقه اه، بس البنفيسنس اوف ذا كوميونتي من حق المجتمع. ده احنا هنا هنغلب البنفيسنس اوف ذا كوميونتي بقى. معلش هتضطر تقول لبلاطه اه كلها، حتى لو هو يعني بعض الناس ما زالوا بيعتبروها دايلم. بس لا يا احمد، هو خلاص المفروض ان ديت من حالات البريكنج اوف كونفيدنشاليتي، ان هذا الشخص يشكل خطر على المجتمع. وخد بالك سيبك من الايدز وبتاعه وافكار، ان في بعض الاحيان بيبقى في مثلا حد عنده التهاب الاغشيه السحائيه، وده ممكن يبقى بؤره لوباء يقضي على 10-15 ألف واحد. التهاب الاغشيه السحائيه ده مرض معدي جدا وعنيف جدا، تمام؟ فما تجيش تقول لي انا لا اصل انا ما ينفعش، لا لا لازم تقول ولازم تحجزه. بيتحط في حاجه اسمها الحد الصحي غصب عني، مش من حقه يقول لك انا ماشي، مش من حقه، لان ده بيشكل خطر على المجتمع. فهنا من حقك ان انت تعمل بريكنج اوف كونفيدنشالتي. اتنين، لو من ضمن تشخيصك للعيان ان العيان دوت عنده سويسايدال اتمت، بس طبعا انت لازم تبقى ذكي. يعني مش مثلا صاحبتك قالت لك ان لما حبيبها صاحب حب لما حبيبها سابها فكرت من الانتحار وطلعت الضحيه في الشوارع عادي، ما هتفكر، كلهم بيفكروا في الانتحار، تمام؟ انما انت لما تبقى دكتور نفساني وقاعد وعارف ان الشخص اللي قدامك ده فعلا وصل لمرحله انه فعلا بقى عنده سويسايدال اتمت، لا هنا ساعتها ممكن تضطر تقول لاهلك خدوا بالكم يا جماعه من الراجل دوت، خلوا عندكم عين قريبه منه عشان ده فعلا في خطر. دوت هنا من حقك ان انت تعمل بريكنج اوف كونفيدنشالتي. رقم ثلاثه يا دكتور الشروق، بروتكت فيكتيمز. يعني حضرتك عرفت ان العيان بتاعك بيفكر يقتل حد، حضرتك دكتور نفساني وشخصت العيان ان هو خلاص بيحط خطه علشان يقتل ابن خالته، فحضرتك لازم تقول لابن خالته ما تستناش لما يقتل. نعم يا عبد الرحمن، جاوبت سؤالك؟ يبقى دي من الحالات اللي بتعمل فيها حاجه اسمها فكره تقف من الشات. ايوه يا عبد الرحمن تم ايوه ايه؟ اسامه رقم اثنين سويسايدال اتمت، نوايا انتحاريه او ميول انتحاريه. او سمعت يا مدحت بس عشان بنشتغل. تعال بس تخش وتقعد. اه عيان مات، عيان مات، نعم. دلوقتي مثلا بيتحاول كده فعايزها تتدحر ولا لا؟ بص يا من ضمن الحاجات اللي برضه مش مكتوبه عندكم في السايكولوجي بس هيقولها لك بقى بتوع الشرعي، تمام؟ لان برضه بتوع الشرعي عندهم مشكلة في موضوع الكونفدينشاليتي ده، تمام؟ إن لا في حاجات أنت القضاء لما يطلب منك شهادة لازم تقول الشهادة، بس لو الشهادة دي فيها فضيحة فأنت مع القضاء بتتعامل في حاجة اسمها جلسات السرية، تمام؟ بتطلب إن اللي أنت تقوله ده إقرارك ده ما يبقاش حد عارفه غير القاضي، يعني ما يبقاش عنه شاعة، تمام؟ البوليس بيحقق مثلا في قضية وطلب رأيك أنت كدكتور، لا بتقول طبعا، تمام؟ كل الحاجات دي تندرج تحت البريكنج اوف كونفيدنشاليتي بروتكشن اوف فيكتيمز، تمام؟ ايوه انا عارف ان الموضوع هيوسع مني، انا عارف ايه الموضوع مش هيوسع. مالها اقفلها؟ حاضر. نعم اه طبعا اكيد ان انت اول حاجه هتحملها ان انت هتقول للعيان احمي انت اللي حواليك، لكن لو هو رفض بعدين وزاره الصحه بيبقى ليها يعني بروتوكول ان عيانين معينين عندهم امراض معينه بتبلغي الوزاره دي، تمام؟ ايوه يا عبد الرحمن. والله يا عبد الرحمن دي الاسئله بقى، يعني زي ما بقول لك هنرجع تاني لبند ان هل دي الدايلما وهل هم بيحققوا في الجريمه ولا الجريمه اتقفلت؟ وهل ايه؟ الجريمه اتقفلت. ما انا بقول لك اهو، وهل دلوقتي الاصح انك تقول علشان حمايه الفيكتيمز التانيين، ولا هو الراجل خاف ومش هيعمل كده تاني؟
ريسيرش بقى. لما بنيجي نشتغل يا احمد يا حسام ونعمل ابحاث على البني ادمين، فاكيد ان هؤلاء البني ادمين ليهم حقوق في المهنه الطبيه. فمش هتطول عليك يا محمود، لازم الشخص اللي يشترك في بحث يكون عارف البحث وفهمه وتفاصيله و و و مش عليك بقى التفاصيل. لكن هناك ما يسمى ديكلاريشن اوف هلسنكي. قعدوا اساتذه الطب في هلسنكي في فنلندا وعملوا ضوابط لاستخدام البصل في الابحاث الطبيه، فبقى الحاكم للضوابط الطبيه في الابحاث اسمه ديكلاريشن اوف هلسنكي. مش عايزين منك اكتر من ديكلاريشن اوف هلسنكي. اخر حاجه اصلا في حته الميديكال ايثكس هي الفايوليشنز بقى، يعني ايه انتهاكات الاخلاقيات الطبيه. طبعا اي حاجه مخالفه للبروفيشناليزم تعتبر انتهاكات. فمثلا عندك حاجه اسمها باوندري فايوليشنز. باوندري فايوليشنز يعني باوندري فايوليشنز يعني ان انت تخطيت الحواجز المطلوبه ما بينك وما بين العيان بتاعك. نتكلم تاني عن الموضوع ده بعد شويه، بس انت لازم تبقى فاهم ان انت والعيان بتاعك في جدار او في علاقه معينه المفروض لا تخترق. يعني انت مش مسموح لك تقبل هدايا ضخمه او عينيه كبيره من عينين بتوعك. العيان بتاعك جايب لك شوكولاتايه، جايب لك ساعه حائط، ماشي، انما جايب لك شريف مدينه ليه جايب لك شريف مدينه؟ تمام. نعم، انقذت حياته جايب لك شريف مدينه؟ ده مين ده؟ الوليد بن طلال اللي انت انقذت حياته؟ تستاهل عشان انقذت حياته؟ احنا لو كل دكتور انقذ حياته واحد هيجيب له شريف مدينه؟ نعم. المفروض تاني عشان سؤال جانا ده مش عليك السنه دي بس عليك في صراحه. الضوابط بتقول ان الهدايا within limits مقبول، لكن لو الهدايا حجمها بقى ضخم سيشبه ان وراها دافع تخطي البرنسبل اللي اسمه جاستس. يعني العيان مدي لك الهدايا دي عشان عايز يكسر البرنسبل كول او الاثيكال برنسبل كول اللي اسمه جاستس، عايز يتعالج قبل عيان تاني او او او، فهيبقى فيها شبهه. لو جابهم في الاخر ايه؟ لو في الاخر طيب حلو، ما هو ده هيشوفه. هنيجي نحقق وهنقول طب انت عالجته ازاي من الاول بقى؟ لان محتمل ان هو بيعمل كده كرمت الحاجه زياده انت عملتها له. يا جدعان خليكم منطقيين بس، بلاش سرحان. يا جنة العيان ده ممكن يروح امريكا يتعالج عند اكبر استاذ هناك ويدفع ثمن شقه في مصر الجديده. هيديك شريف مدينه ليه يعني؟ جنة مفيش كده. رقم اتنين، اكيد ان اي شكل من اشكال المال بلاكس اللي يعمل دمج للعيان يعتبر فايوليشن وانتهاك لاخلاقيات المهنه الطبيه. رقم ثلاثة، الليجال اكشنز. يعني ما ينفعش ان حضرتك تيجي تقول لي انا طبقت كل الايثيكال برنسبلز وسقطت الست. يعني حضرتك هي كانت عايزه تتسقط فاحترمت الاوتونومي بتاعها وما دخلتهاش عند حد وكان بنفيسنس وما نم ما طلعش والكونفدينشاليتي والله ما هقول لحد وادي الانفورمد كونسنت بتاعتها. لا بالله واشرب ميتها. ده هنا اسمه ايه؟ الليجال اكشن. يعني مهما تعمل ده اسمه فايوليشن لانتهاكيات انتهاك لاخلاقيات المهنه الطبيه. تمام؟ تاني الجزء الاول في الحصه اللي احنا خلصناه ده جاي فيه سؤال. يعني هي الميديكال ايثكس ديت كده لازم بيجي فيها سؤال، فلو سمحت السؤال ده على الاقل ما تخسرش. ماشي. الساعه دلوقتي 4:10. نكمل احسن نكمل. العلاقه الاكتف باسف ديت معناها ان في طرف بيعمل ما بداله اللي هو الدكتور طبعا، والطرف الثاني هو شخص فقط بيستجيب بينفذ اللي بيتعمل فيه. ويمكن قبل ما اكمل لازم حضرتك تبقى فاهم ان الاشكال بتاعت العلاقات اللي احنا هنقولها ديت مش حاجه ثابته، وحضرتك نفسك كدكتور ممكن تتغير بمزاجك او تلقائيا ما بين علاقه وعلاقه. يعني مثلا محمود في عيان حجزه انت في العنايه المركزه وهو في غيبوبه او حتى واعي، لكن العيان دوت ليس له من امره شيء،
اللي انت بتخش تقول له يتعمل بيتعب، يبقى حضرتك الطرف الاكتف وهو الطرف الباسف. ثم ممكن تلاقي ان علاقتك بنفس العيان ده بدأت تنتقل الى شكل تاني من اشكال العلاقة اللي اسمه teacher student، وده قريب من الاكتف باسف، بس بدأ العيان يعني يبقى بيسمع الكلام بس هو ها يعني هو بدأ يتحس، بدأ يرد عليك، بدأ يقول لك حاضر، بدأ يقول لك خد الدواء فما طيب. هنا عندنا يعني كان بينفذ من غير ما يتكلم تقريبا، يعني محجوزين في العنايه وهكذا دول يا شاي تقريبا كده، وحتى اقصى حاجه ممكن يعمل لك نويز دماغه كده. لكن لما يطلع من العنايه وهكذا او لما يطلع من عمليه جراحيه يا رب، هتبص تلاقي ان العيان في الوقت دوت يمكن اكثر اوقات الضعف. فتيجي تقول له ايه؟ انت تاخد العلاج بتاعك. ما مش محتاج تزعل. خد العلاج بتاعك في الوقت الفلاني. حاضر. اسمع كلامك كويس قوي. لكن في العلاقات المطوره يعني في الامراض المطوره شويه بتبدا العلاقه تاخد الشكل الميوتوال بقى. يعني دوت هتشوفه اكتر في الكرونيك ديزيز. طب مصطفى؟ فمصطفى في الكرونيك ديزيز تلاقي بقى العيان خصوصا مع الوقت طلع له لسان اطول منه، وبقيت انت تقول له ايه؟ بص احنا عايزين نفطر في الصبح نص رغيف. يقول لك لا انا ما بحبش افطر نص رغيف، انا بحب اكل رغيف واقلل وجبه العشاء. يقول لا بس اصل احنا هناخد الانسولين نص الصبح وبعدين نص تنتين الصبح وتنتين بالليل. يقول لك لا انا سمعت ان هم بياخدوا سنجل دوز دلوقتي. واخد بالك يا محمود العلاقه هتعمل ازاي؟ يعني انت تقول له حاجه وهو يرد عليك، وبقى العيان هنا مش عايز اقول النت بالنت بس هو النت بالنت. بقت العلاقه متبادله. يعني هو في الاخر هيسمع بس هيسمع ايه يا علا؟ اللي انت هتتفقي معاه عليه. اللي احنا لسه هنتكلم عليه بقى بعد شويه ونكمله بكره ان شاء الله. انما هنا اصبح شكل العلاقه عامل ازاي يا شاهي؟ اصبحت العلاقه ميوتوال، العلاقه اسمها ايه؟ ميوتوال. في بقى شكلين من العلاقه عايزين نقف عندهم. الشكل الاول هو الفريندلي ريليشن شيب، وده شكل يقال عليه انه غير محبب وغير مطلوب. يعني مش مستحب ان علاقتك بالعيان بتاعك تبدا تتحول الى علاقه صداقه. يعني اللي هو حضرتك ليه بقى؟ من ليه احسن يا حبيبي؟ انا هقول يا حبيبي. انا هشرح يعني انت فهمت كل دوت وانا ما خلاص كنت واقف عندي دي؟ ما انا هقول؟ هقول؟ طب اتكلم اتفضل. اشمعنى؟ اولا احنا عندنا يمكن من الحاجات اللي كان المفروض اقولها لكم في الجزء الاولاني ان علاقتك بالعيان زي ما قلت لك ليها باوندرز. ليه ليها باوندرز؟ لان اولا العيان دوت طرف ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون بيمر بظروف نفسيه معينه، فمش من حقك مثلا تعمل علاقه معاه خارج سياق الدكتور والعيان. يعني ما ينفعش تعمل معاه علاقه عاطفيه او علاقه حب او علاقه صداقه اكتر من لازم. ده غير بقى ان لو ده حصل فهتبدا انت نفسك كدكتور ما تعرفش تاخد قراراتك. يعني احنا يا سلمى عندنا مبدا في الطب ان الدكتور المفروض ما يعالجش قرايب بالدرجه الاولى. يعني انت مراتك اخواتك دول درجه ثانيه، بس حتى اخواتك ولادك ابوك وامك مالكش دعوه بعلاجهم. ليه مالكش دعوه بعلاجهم يا احمد؟ لان الموضوع هنا هتحكمه حاجات ثانيه. يعني انت ما ينفعش تبقى جراح واشطر جراح في الدنيا وداخل تعمل عمليه لابنك. مجازا يا اخي انت شاطر قوي بس فجاه النزيف بلى شريان اتقطع غصب عنك. انت نفسك مش هتعرف تتمالك اعصابك واحتمال ابنك يموت. بينما لو كان جراح تاني اقل شطاره منك كان هدي كده وعرف يربط الشريان والموضوع خلص. فاهمين؟ عشان كده بنقول ان الشكل دوت شكل مش محبذ، مش مطلوب ومش مستحب ان العلاقه ما بين الدكتور والعيان توصل انها تبقى فريندلي ريليشن شيب. تمام؟ لكن في شكل تاني لطيف اسمه الرابورت ريليشن شيب. ايه الرابورت ريليشن شيب ده؟ ده شكل نموذجي ان العلاقه بينك وبين العيان فيها درجه من الود الذي لا يصل الى الصداقه. يعني ايه عبد الرحمن الود الذي لا يصل الى الصداقه؟ يعني العيان بتاعك بيحبك وبيحترمك وبيحس ان انت متعاطف مع حالته، وده اجمل اشكال العلاقه. واحتمال بكره يا شاهين نتكلم بزياده على موضوع الامباثي ده، وهقول لكم ان من اكثر الحاجات اللي تخلي العيانين يجوا لك الشطارتك احساسهم بان انت بتتعامل معاهم كويس.
لدرجه ان في دكاتره ما تعرفش اي حاجه في الطب، وده بقى بره الامتحان عنده عيانين اكتر من القصر العيني. ويا ما اساتذه عتاوله حيتان تنبهر بعلمهم تلاقي عيادته ما بيخشهاش ولا واحد. ليه؟ بكره تاني هنأكد. اصل الاستاذ دوت حضرتك اما بيخش يبقى قاعد كده متجهم، تيجي يقول له انت بتشتكي من ايه؟ انا والله يا دكتور عندي مغص. ايوه عامل ازاي المغص يعني؟ فالعيان مش حاسس ان في تعاطف، بيطلع يقول لك يا اخي ابو اللي يجي لك تاني. انما الراجل التاني اللي ما عرفش اي حاجه في الطب، ما عرفش حاجه خالص ابيض. يعني هو من ساعه ما خد بكالوريوس الطب، وانا اعرف ناس كده والله، خد بكالوريوس الطب من 40 سنه ما قراش كده، وهو مش حافظ غير اثنين مضاد حيوي ومسكن وجع بيكتبهم لكل الناس. بس اول ما الحاجه تخش عليه، اهلا يا حاجه ازيك عامله ايه؟ فا ايه ده؟ مغص؟ يا نهار ابيض. ده مهم، ده اللي احنا ده بكره بقى تمام، هي الكوميونيكيشن سكيلز دي. لا لا الف سلامه يا نهار ابيض. واخبار حسين ايه؟ حسين مين؟ حسين ده ابنها. يبقى انت حسين مين يا حاج؟ وعارف الست؟ فالست تطلع تقول لك ده انا ارتحت عنده يا خالد، ده انا بص هو ما عملش حاجه يمكن بيعاني غلط، بس هو ده احساس بالتعاطف. الشكل دوت يا مهند اللي هو عامله، هو ده الشكل اسمه ايه؟ الابولت ريليشن شيب. اسمه ايه؟ في ظاهره بتحصل. لا بطل راجل، عارف ان انت تعبت وانا مش هطول عليك النهارده اكتر من كده كتير، بس خليك فاكر ات ترانسفيرنس اند كاونتر ترانسفيرنس. ايه دول بقى؟ ترانسفيرنس ان العيان نقل صورة حد يعرفه لحضرتك لأنك شاب وبدأ يتعامل معاك من المنطلق ده. يعني مثلا أنت بتفكره بباباه وباباه كان عنيف معاك، فتلاقيه جاي لك كده مش طايقك. هو ما يقدرش يقول باباه مش طايقه، بس هو حاسس إن أنت بتتعامل معاه بنفس الطريقة وشبهه كده، فيبدأ يتعامل معاك من هذا المنطلق. وجايز على فكرة يكون هو بيحب باباه جدا، وكل حاجة أنت تقولها له ياخدها منك كأنها أوامر حرفية. هو كده بيعاملك في صورة موديل هو حاطه في مكانه. هو كده بيعمل إيه يا مصطفى؟ بيعمل حاجة اسمها ترانسفيرنس. بيعمل حاجة اسمها إيه؟ خد بالك بقى محمود إن أنت كمان كهيومن بينج، ما أنت كدكتور، ما أنت إنسان برضه. يعني أنت ممكن يجيلك عيانة والعيانة ديت شبه البنت اللي أنت كنت بتحبها زمان، فتبدأ تتعامل معاها على إنها البنت اللي أنت بتحبها زمان، فأنت كده نقلت صورة حد تاني للعيان بتاعك. ده ترانسفيرنس بتاع الدكتور، فده ما اسموش ترانسفيرنس وإنما اسمه كاونتر ترانسفيرنس. اسمه إيه؟ يبقى حضرتك في خمس أشكال أساسية لعلاقة الدكتور بالعيان، أسمعهم من حضرتك وأنت قاعد أو أنت واقف براحتك. واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. وبعدين بيحصل ظاهرة في التعامل مع العيانين، لو العيان حطك في صورة حد هو يعرفه فده اسمه، ولو انت حطيت العيان بتاعك في صورة حد انت تعرفه ده اسمه. طيب ليه احنا مهتمين قوي بالميديكال سايكولوجي وعاملينه مادة والناس بتنجح من ده؟ لان الحقيقه ان تعاملك مع العيان اصبح واحد من معايير الايفالويشن. يعني حضرتك لما تيجي تقيم كدكتور، فاول معيار للتقييم هو النضج. ده صحيح، معلوماتك، درجاتك، ده حقيقي، مش هننكر ده. اللي جايب درجات اكتر اشطر من حيث المبدا، ولكن ده مش هيفضل المعيار الوحيد. بعد شوية هيخش your care of the patient. بعد شوية هتتواجد ال communication skills. بعد شوية كمان هيبدأ يظهر احترامك للبروفيشناليزم. كل القواعد الطبية انت ماشي عليها بالضبط ولا لا؟ وهنقيمك من حيث محاولاتك انك تحقق السيلف امبروفمنت. وحضرتك كمان هنشوف انت بتطبق الايفيدنس بيزد ميديسين ولا لا. اسمع لحياتك بقى المستقبليه. انت طول ما انت في الكليه
فالمعيار الوحيد اللي انت بتقيم عليه هو ده النولج. ولا ننكر ان ده اهم المعايير طبعا، بس حضرتك بقى لما تخلص وتبدا تشتغل بجد، فسواء في عيادتك الخاصه او في المستشفيات المحترمه او في الدول الغربيه، هيبقى في معايير تانيه. يعني مثلا في الزماله البريطانيه في ناس بتسقط لمجرد انه دخل على العيان في يوم برد وقام حاطط ايده على بطن العيان كده ساعه، قام العيان عمل كده سقط. هو سقط ليه؟ سقط انت لسه امتحنته يا احمد؟ قال لك لا، بس هو ما عندوش كير فور ذا بيشنت. ده ما ينفعش بقى اخصائي، ما ينفعش لسه نعتبره استشاري. لما يتعلم احترام العيان، العيان ده انسان، نبقى ساعتها تديله الشهاده. انت متخيل؟ انا مش بقول لك امثله من خيالات، بقول لك امثله حصلت بالفعل. الكير فور ذا بيشنت ده معيار مهم جدا. الكوميونيكيشن سكيلز، لسه قايل لك حاله ان الناس اللي ممكن ما تكونش تعرف حاجه ممكن تبقى اشطر منك او على الاقل انجح منك وسط الناس، لمجرد ان هو عارف يتعامل مع العيانين بتوعه بشكل كويس، بينما انت شخصيه متجهمه مش عارف تطلع من عبايه ان انت دكتور منشي كده، مش عارف تخرج منها، فانت هتبقى فاشل. جايز تبقى اكبر استاذ على فكره، بس ما بين العيانين انت مش عارف تحقق النجاح اللي انت عايزه. ممكن يكون معيارك ان انت مش قادر تفهم المعايير الطبيه. بره عاليه بيقدروا جدا ان الدكتور عارف المعايير الطبيه ولا بيخالفها، واللي بيخالف المعايير بتاعه المهنه الطبيه واخلاقيات المهنه الطبيه ملوش مكان. حتى مصر نفسها دلوقتي بدات تفصل اللي بيخالف هذه المعايير. تمام؟ من المعايير المهمه السيلف امبروفمنت. يمكن انتوا هتتخرجوا ناس جايبه امتياز وناس جايبه جيد جدا، بس مين حتى لو كان يا دوبك ناجح بمقبول اللي هيكمل بعد كده ويعلم نفسه ويطور نفسه؟ ومين اللي هيقول لك بس انا خدت امتياز وكده زي الفل؟ هتبص تلاقي ان اللي جايب مقبول دوت بدا اداؤه يتطور عن الاخرين. واخيرا الايفيدنس بيزد ميديسن. جايز انت عندك معلومات وعندك بناء على هذه المعلومات قدره انك تاخد قرارات، بس الادله العلميه اللي هي هتفهمها بعد كده اللي هي الابحاث العلميه بتقول ان الكونكور مثلا اللي هو بيتا بلوكر افيد من الالفا بلوكر. انت رايك يا دكتور ان البيتا بلوكر افيد، هل انت هتتبع الايفيدنس بيست ميديسن ولا هتتبع النولج بتاعتك؟ ما بقاش مقبول للاسف ان حضرتك تبقى قراراتك مخالفه للابحاث العلميه. لازم حضرتك تبقى بتتبع الايفيدنس بيست ميديسن، وده من معايير تقييمك. تاني حضرتك لازم تبقى عارف ان الدكتور لا يقيم فقط بالنولج بتاعته، وانما يقيم كمان بالكير بتاعه للعيانين، يقيم بالكوميونيكيشن سكيلز التي يمتلكها، بالبروفيشناليزم، بالسيلف امبروفمنت، والايفيدنس بيزد ميديسن. ايوه يا صاحبي. لا انت سامعني. ايوه سامعك. واحنا لابسين جلوفز؟ لا هي مش دي المثال يا اصاله. البيزك جلوفز او ما تلبسيهوش مشكلتك. فجايه تحققي مشاكلك معايا. لا ما بصي يا اصلا، لو انت هتلفت من العيانين من اولها حولي. هم مستنيينك في الاعلام. تمام؟ لان احنا في الطب بنعمل حاجات مش منطقيه اصلا. خلاص؟ ف لا انا اصلا ما اقدرش البس العيان وما بحبش وايه ده العيان بيكح يا نهار ابيض عنده بلغم؟ لا ما عنده بلغم، امال هو جاي ليه؟ لو ما عندوش بلغم مش هيجي. فالناس اللي من النوع ده الحق حاول. يعني ده حاجه خاصه بالجلافز. طب ما انت لسه كده بتلعب على العيان احتراما للعيان. ايه؟ احتراما للعيان؟ البس جلافز احتراما للعيان؟ لا هو الناس اللي بتقول على الجلافز بتتكلم على الانفكشن كنترول. تمام؟ لكن هو الجلافز لازم لا يعوق الاحساس. ان جزء من تشخيصك معتمد على احساسك بالاولدز. تمام؟ طيب تعالى بقى اما نخش بس على حاجه اسمها الميديكال انترفيو. ايه الميديكال انترفيو ده؟ ما تنجي. نعم. يا حاج ربنا وفاهم. اخلص الميديكال انترفيو بس. مش عايز اجيبه.
انترفيو هو لقاء بالعيان بتاعك. وهذا اللقاء لقاء مهم جدا، ولازم حضرتك تعرف ان طلب المطلوب من اللقاء دوت حاجتين. اولا ان حضرتك توصل لدياجنوزز مظبوط، وفي نفس الوقت توصل ان انت تعمل بلان للتريتمنت مظبوط. هتقولي ما هو ده مبني على ده، اقول لك اه، بس احنا لما بنتكلم على ان انت تعمل بلان للتريتمنت مظبوطه، فمش بس ان التريتمنت تبقى مظبوطه من حيث انها صح، انما هي مظبوطه من حيث انها صح ومن حيث ان العيان هينفذها كده، تبقى البلان والتريتمنت مظبوطه معايا. ايه اصل يا عم احمد، ليه احنا هنبدا بخطه واستعدادات وبدايه وقلب ونهايه للانترفيو، وهي العمليه كلها زي ما اغلبيه الدكاتره يعني عبد الرحمن في باله كلمتين اخدهم بالعيان وقيسه الضغط وهم افحصه ومشيه؟ ليه مكبرين الموضوع؟ لان حضرتك لازم تبقى فاهم ان الكلمتين اللي انت بتاخدهم من العيان دول لازم تاخدهم مظبوط، والعيان تعرف تاخدهم منه مظبوط. وده هتتعلمه، ودي كوميونيكيشن سكيل اسمها انفورميشن جيرنج سكيل. طيب وصلت للعلاج، لو انت بتقول له العلاج لازم تقول له العلاج بطريقه مظبوطه عشان العيان بتاعك يعرف يلتزم بالعلاج. يعني يا علا لو انت ما قلت لي العلاج بس انا ما فهمتوش، انت كتبتي لي ادويه وقلت لي خد بالك يو شود يعني بروتكت يور سيلف فروم سان لايت، وانا راجل جاي من القرى، حاضر حاضر يا دكتور سلام ان شاء الله هعمل كل اللي انت عايزاه، ما فهمتش حاجه. فاول حاجه انا مش في الشمس مش عارف انا هيعمل ايه، لما حاضر تمام، او ان انا مش طايقك فانت عمال تتكلم وانا ببص لك كده، يعني يلا نخرج بقى عشان اول ما اخرج هقوم ماسك الورقه اللي انت عاملها دي واقطعها لك. دي حقيقه تمام؟ ده بيحصل. فازاي توصل لمرحله ان انت وانت بتنهي الانترفيو تكون اقنعت العيان بتاعك انه لازم ياخد الدواء؟ هو دوت الحدوته بتاعت الانترفيو اللي احنا هنكملها بكره. لكن تعالى الاول لما يعني نعدي على المراحل بقى. ايه مراحل الانترفيو؟ اول حاجه السيتنج بتاع الانترفيو. يعني ايه السيتنج؟ يعني الاستعدادات، ايهاب واحمد حسام واحمد حسام. انتوا الثلاثه بترغوا من امبارح اكتر من اللازم. فاول حاجه مطلوب من حضرتك انك يبقى عندك بلان. يعني ايه عندك بلان؟ يعني دايما متخيل من قبل ما العيانين يخشوا عليك انت هتتعامل معاهم ازاي. ولازم تامن للعيانين بتوعك البرايفسي بتاعك. مفيش عيان هيحكي لك اسراره الطبيه والمرضيه ومشاكله، خصوصا لو هي حساسه شويه وهو حاسس ان مصر كلها سامعاه. يعني انت قاعد بتكشف على العيان ومن ضمن الاسئله اللي انت عايز تسالها لها مثلا طب الدوره بتاعتك منتظمه ولا لا؟ انت متخيل ان هي مثلا لو قاعده وفي جنبها اربعه خمسه تانيين وانت الدوره منتظمه منتظمه. لازم تبقى حضرتك مامن العيان بتاعك راجل او ست، وبغض النظر عن اللي انت بتتكلم فيه، درجه من درجات البرايفسي، درجه من درجات ايه؟ البرايفسي. حتى الارينجمنت اوف ذا سيتس الناس بتقول لك انه مهم. يعني وضعيه الكراسي بتاعت الناس مع بعض لازم تكون محطوطه بطريقه مظبوطه. يعني لو احمد جلال العيان اللي انا بكشف عليه يقف يا محمد انجز وانت عايز تحط عرضك عليك يا احمد محمد انجز. فانا بكشف على محمد وانا واقف له هنا كده. وانت ان شاء الله يا محمد بتشتكي من ايه؟ لا المسافه قريبه قوي. طب بص يا محمد خلاص. قلت له بقى محمد المرض اللي عندك عامل ازاي؟
وانت قاعد مع العيان اقعد. خلاص انا خلصت اقعد. شكرا. حاجه في الشغل. فالارنجمنت اوف ذا سيت دوت نفسه ليه وضع. ولازم حضرتك حتى لو الكلام مش مقنع بالنسبه لك تفتكره، لان صدقني الكلام ده بيفرق. حضرتك لما تبقى دكتور في القصر العيني حتى في السنين اللي هي 4 و5 و6 هتعدي على العيانين ويبقى العيان دوت طريح الفراش. فلو حضرتك والعيان نايم في سريره قمت انت جاي واقف فوق دماغه كده، العيان بيحس ان انت جاي تتهجم عليه، بيحس انه خايف منك. لما حضرتك بتحافظ على مسافه وتقعد اصابه دوت بيخلي العيان بتاعك يحس ان هو هيعرف يتكلم معاك ويقدر يقول لك الكلام ده. اللي انا بقوله لك مش عاجبك لان احنا من شعوب اغلبها ما تعودش اصلا من احترام العيان. زي ما قلت لك، ولا لا يعيبك يعني، هو احنا طبيعتنا احنا وثقافتنا في العالم العربي كده. انما بره في امريكا ده بالنسبه لهم شيء مهم جدا. يعني انت اصلا لو قربت من العيان قوي كده وجيت تكلمه احتمال يزعلك ويهزقك ويمشيك. انت بتكلمني كده ليه؟ هو انت الدكتور يعني انت بتقدم لي خدمه. بالنسبه له هو انت مش الدكتور بتاعي، لا ده انت مجرد موظف مسؤول انك تأدي خدمة انت معين هنا عشان تعملها. بس ما علينا، ما علينا من اختلاف الثقافات، بس انا صدقني بدعوك لاحترام الكلام ده. لدرجة ان حتى الدريسنج بتاعك المفروض انك تهتم بيه كجزء من استعداداتك للميديكال انترفيو. انا واحد من الناس اول ما اتخرجت قعدت لي سنتين ثلاثة بروح العيادات بتاعتي بروحها بالتيشيرتات والبناطيل الجينز والتيشيرت ده تلاقي عليه بطوط ولا ميكي ولا ولا ها دكتور بطنة جه ها فين العنين؟ طب بشوف عينين العنين نظرة غريبة كده لو عينينك. وفي نفس الوقت ما بقاش فاهم ان انا بروح عند استاذ كبير الاقي الاستاذ الكبير دوت لابس البدلة الكاملة ولابس الكرافتة بتاعته ولابس بلطو فوقيهم ولابس يعني ليه طريقة؟ يا سلام ده مش ده انا يوم ما بقى استاذ هاجي من غير التيشيرت نفسه، انت بتتكلم ازاي يعني؟ فهو لا بالعكس هو فاهم ان جزء من استعداداته للميديكال انترفيو انه يبقى لابس لبس مناسب لكونه هو دكتور. تمام؟ المهم يعني عجبك او ما عجبكش فده جزء من الموضوع. رقم 2 بعد ما حضرتك جهزت وضعيه الميديكال انترفيو هنبدا بقى ودخل علينا العيال. فأول حاجة حضرتك لازم تفهم العيان أهمية إن أنت محتاج تاخد منه كلمتين، ولازم تعرف نفسك، ولازم تتظاهر وتحسس العيان بتاعك إن أنت you feel at ease. يعني إيه at ease؟ يعني الدنيا بسيطة ولطيفة اللي هو تكسبه عشان يفتح لك قلب. تمام؟ عشان كده لما حضرتك بتطلع سنه من اول رابعه بتبدا تتعلم ان في الميديكال انترفيو ايه الوباء اللي دخل عليا؟ ايه يا رب هتموتيني يا رب؟ نعم؟ طب انت كويسه؟ لا لا والله ايه دي؟ وهي مش كويسه؟ طب وليه بتخبي عليا؟ انت بتسالها قدام الناس. ايه؟ بتسالها قدام الناس. انا بقول دي يا شمال. انت فلازم فعلا عشان روما كانت ترد عليا كان يبقى في درجه من درجات البرايفسي وكنت اقعد اقول لها يا روما انا معلش عايز اسالك سؤال كده، هو انت كويسه؟ يعني افتحي لي قلبك. مفيش امل روما برضه بتقول مالكش دعوه انت بالموضوع. ده بدايه الانترفيو. تعال بقى اما نخش على الكول بقى اللي هو الجزء المهم فعلا اللي هو ده اساس الحدوته. فاساس الحدوته ان انت عايز تجمع معلومات. فعشان تجمع هذه المعلومات حضرتك مضطر تسال العيان بتاعك اسئله. فلو سمحت ايه ده العسل ده؟ لو سمحت لازم تبقى فاهم انواع الاسئله. في اسئله اسمها open questions وفي حاجه اسمها closed questions اللي احنا احيانا نقول عليها yes or no بس مش شرط. يعني ايه open question؟
اوبن كويستشن ده اللي هو السؤال المفتوح. السؤال المفتوح يعني يلا احكي لي يا حاج ايه اللي حصل؟ انا عندي وجع. طيب احكي لي يا حاج الوجع دوت هو بقى فعلا. لا لا هي جالها زي شرقة او فاحكي لنا يا حاج ايه اللي حصل؟ فكلمة احكي لنا يا حاج ديت يا احمد معناها ان انت بتدي للحاج الفرصة انه يقول لك كل اللي عنده بقى. هيدي لك كم غير محدود من المعلومات هيقعد بقى يقول لك كل اللي على بالك. بس انا في مشكلة ان العيان ممكن ينصح بيك وان العيان ممكن يقعد يحكي لك في تفاصيل انت مش عايزها. فاحيانا لازم تلجا تاني الى الكلوز ذا كويشن. كلوز ذا كويشن يا مهند زي مثلا اسمك ايه؟ مش لازم نسأله اسمك ايه دوت ملوش اجابه واحده ومحدده. يبقى تاني يا عبد الله اوبن كويشن وكلوز ذا كويشن مش لازم الكلوز ده يسأل نوع. الكلوز دوت هو اي سؤال او اجابه محدده. اسمك ايه؟ عندك كام سنه؟ ساكن فين؟ كل دي اسمها ايه يا مروان؟ كلوز ذا كويشن. انما احكي لنا حد بتشتكي من ايه يا حاج؟ كل دي اسمها ايه؟ اوبن كويستشن. لكن احيانا وانت حضرتك بتشتغل مع العيان فتضطر تعمل حاجه اسمها بلوبنج اوف كويستشنز. يعني تفصل الاسئله على السيتويشن اللي احنا فيه. ليه بقى؟ قال لك علشان مثلا عايز تعمل كلاريفيكيشن او كونفيرميشن. يعني مثلا العيان بتاعك بيقول لك انا بيجي لي وجع في بطني من فوق. فحضرتك عايز تتاكد هو الوجع في بطنه من فوق يعني فوق المعده ولا في الجنب اليمين ولا الشمال. فتقول له فين بالظبط؟ هنا يا عبد الرحمن انا ممكن اكون كلوز ذا كويستشن ولكنه اصبح بلوبد. اصبح السؤال هنا محدد وموجه ان انت بتسال علشان خاطر تتاكد من معلومه او تستوضح معلومه. تمام؟ يعني الوجع في فم المعده فعلا يبقى دوت شكل من اشكال الاسئله. اسمه ايه يا محمود؟ اسمه بلوبنج كويشن او بلوبد كويشنز. اوكي؟ اهم حاجه بقى ان وانت بتسال العيانين بتوعك افويد ان انت تسالهم مور ذان وان او كومبلكس كويشن أو leading question. بالأول في ثلاث أنواع من الأسئلة اللي أنت ممكن تستخدمها. إيه الثلاث أنواع بتوع الأسئلة يا دكتورة مدال؟ open, closed, closed. الأوبن ميزته إنه هيديك تفاصيل كتير قوي بس عيبه إنه ممكن يخرجك بره الموضوع. الكلوزد هيديك معلومات محددة بس عيبه إن العيان ممكن ما يقولكش تفاصيل كانت مهمة. يعني أنت جاي تقول للعيان بتاعك عندك وجع هنا؟ عندك احساس ان الوجع ده بيزيد مع الوقت؟ وخدت قرارك على هذا الاساس بس العيان ما قالكش ان هو رجع امبارح وما قالكش ان هو كان واكل كذا. فلما تقول له انت بتشتكي من ايه؟ هيقول لك والله انا كنت كلت امبارح كذا. فاهمين الفرق ما بين الاثنين اعتقد. لكن ايه الاسئله اللي انت ما تعملهاش بقى؟ ما تجيش تقول للعيان بتاعك هو انت عندك مرض في بطنك ورجعت ولا ما رجعتش ويا ترى الكلام ده حصل امتى وانت عندك كام سنه بقى قلت لي؟ كده لعبتها منك وانت نفسك تهت. انت نفسك مش فاكر الاسئله اللي كان المفروض تتسال. يبقى يا عليا مش مستحب او بمعنى ادق ممنوع انك تسال العيان بتاعك كذا سؤال في سؤال واحد. رقم اثنين ما تسالش العيانين بتوعك اسئله معقده. يعني ما تجيش تقول للعيان بتاعك هو انت بالظبط بتنهج لما تطلع كام دور وشكل النهجان دوت بيبقى يعني انت بتنهج قوي ولا بتنهج بضحى؟ معلش يا دكتور ممكن تعيد تاني؟ اقول له انت بتنهج ثم بتنهج لما تطلع كام دور؟ فاهم؟ يعني ما تصعبش عليه السؤال ولا هو نفسه مش هيعرف يجاوبك. وافويد الليدنج كويشن ده. خطير جدا موضوع الليدنج كويشن ده. ليه؟ لان لو نوره جايه تقول لي انا يا دكتور عندي مغص في فم المعده هنا. لا وتقريبا كده جالك ترجيع صح؟ فنورة تقول لي انت شفت محمود عملت ايه؟ وتقريبا كده جالك ترجيع صح؟ يعني انت كده بتوجه العيان اكتر ناحيه اجابه معينه. دي يا ولاء اسمها ايه؟
اسمها leading questions. يبقى تاني ثلاث انواع من الاسئله ممكن تستخدمهم، واحد اثنين وثلاثة، وبعدين avoid ثلاث انواع، واحد و و لا الكومبلكس ممكن يكون سؤال واحد بس السؤال نفسه معقد، تمام؟ يعني مثلا داخل عليك الراجل بتاع اللي هو جاي من القريه دوت وتقول له مثلا هل انت بتحس ان المشكله لما تتعرض للاشعه فوق البنفسجيه بتاعت الشمس ولا المشكله في الاشعه تحت الحضاره؟ تمام؟ فهو خلاص كده غلط، تمام؟ ده بالنسبه له اسمه سؤال كومبلكس. الليدنج هو اي سؤال انت بتوجهيني بيه ناحيه حاجه معينه، تمام؟ يعني انت دايما الاصل ان انت بتخليني انا احكي لك الموضوع وبعدين تساليني اسئله عن معلومات محدده، ولو في معلومه عايزه تتاكدي منها او تستوضحيها بتستخدمي السؤال المفصل، بس ما تودينيش حته تانية وتوحيني ان الاجابه المفروض تبقى كذا. يعني ما تجيش تقولي مثلا ايه اكيد مع الوجع ده بيجي لك كمامان نفس، صح؟ جاي صح بيجي لك كمامان نفس؟ اكيد دي اللي في الاول. خليني اقول لك ending of the interview. وانت بتنهي الانترفيو عشان تروح عشان وعشان نروح، فحضرتك لازم تبقى فاهم ان انت بتدي العيان اولا information عن الدايجنوزز بتاعه، يعني هو عنده ايه قبل ما تقول له هو على الاجوبه. يعني حضرتك ما تدينيش روشتة وتقول لي يلا اتفضل، حضرتك لازم الاول تقول لي انا عندي ايه وتفهمني المرض ده اصلا عباره عن ايه، وبعدين تقول لي احنا هناخد كذا وكذا وكذا، وانت بتقول احنا هناخد كذا وكذا وكذا انت قلنا هم ده ما حدش بيعمله، تفهمني ان في بدايل كانت كذا وكذا بس احنا ما استخدمناش البدايل دي عشان كذا فقررنا نستخدم اكتر كذا. حد فاهم حاجه من اللي انا بقوله؟ يعني حضرتك الموضوع مش ان انت بس بتديني تشخيص انا؟ طب ثواني انا هقلبها واجي مش عايز حد يخرج بقى ومهرجان بيكلم والبنات بقى طالعين